أيها المؤمنون بالله، حقائق العزة شرف وفخر مؤبد، حقائق العزة قرب من الواحد الأحد، حقائق العزة مرافقة للنبي محمد، من حرمها فهو الذليل، من حرمها فهو الحقير، من حرمها فهو الساقط المهان. ولو كان يدعى في أيام الدنيا بالرئيس، ولو كان يدعى في أيام الدنيا بالفيلسوف، ولو كان يدعى في أيام الدنيا بالعبقري، ولو كان يدعى في أيام الدنيا بالخبير، هو الحقير، هو المهان والعياذ بالله. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولذا نادى بعض العارفين قائلا: ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله جل جلاله وتعالى في علاه. لا عز لك مثل ذلتك للرب، خضوعك لأوامره لنواهيه، تجتنب النواهي، تسابق إلى حسن أداء الأوامر، لأنها أوامر عظيم، لأنها أوامر قادر، لأنها أوامر قهار، لأنها أوامر عليم، لأنها أوامر رحيم، لأنها أوامر من هو على كل شيء قدير وأحصى كل شيء عددا جل جلاله.